احتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، نظمت مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات في محافظة مأرب حفلاً كرنفالياً وخطابياً بمناسبة الأعياد الوطنية، وعرضت فرق الكشافة والمرشدات في المدرسة عدداً من اللوحات الفنية جسدت في مجملها أهداف ومبادئ الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. سعيد اليوم جداً وأنا أحضر هذه الاحتفالية في مدرسة أروى للبنات، احتفالية ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر و30 من نوفمبر. هذه الثورات المترابطة والمتلاحقة لبعضها البعض، فلولا سبتمبر لما كانت أكتوبر، ولولا ثورتي سبتمبر وأكتوبر لما كانت 30 من نوفمبر. طبعا نحن اليوم في ذكرى ثورة، ولا زالت هذه الثورة مستعرة ومشتعلة لتحقيق أهدافها رغم التآمر الكبير عليها من الإنقلابيين في 21 من سبتمبر، إلا أن هذا الشعب مصر على تحقيق أهداف ثورة 26 من سبتمبر من خلال العلم والمعرفة. نحن اليوم في هذه المدارس نحتفل ونعد الأجيال للحفاظ على الوطن، للحفاظ على هويته وعلى مقدراته، للحفاظ عليه من هذه السلالة الطائفية التي تسعى إلى تفخيخ عقول أبنائنا الطلاب. وتضمن العرض العديد من المقتنيات الفكلورية والأشغال اليدوية والصور المعبرة عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر ورموزهما وأهدافهما بأعمال فنية إبداعية للطالبات في المدرسة، إلى جانب إبراز الجانب الفكلوري الشعبي. حفل كان عبارة عن حفل كرنفالي ثم حفل خطابي، تم تشكيل فيه عدد من اللوحات اللي هي لوحة 26 و14 أكتوبر، كذلك كان لدينا لوحة التراث اليمني حيث قامت الطالبات بعرض بعض الأشياء من التراث الموجود لدينا. جسد العرض الكرنفالي معاناة المرأة اليمنية في عهد الكهنوت الإمامي والاستعمار البريطاني ودورها في تحقيق الثورة اليمنية. وتضمن العرض لوحة تضامنية مع القضية الفلسطينية ومكانتها في قلوب اليمنيين. الاحتفال ضم العديد من الفقرات، ضم العديد من الخطابات، ضم العديد من المسيرات الكرنفالية التي من ضمنها ضمت عن غزة، ضمت عن 26 أكتوبر 14 أكتوبر، وضحت التراث اليمني العريق القديم لنا. الاحتفالات هذه تغرس في نفوسنا نحن كمعلمين وفي نفوس الطلاب أو الطالبات الذي يعتبر الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع متسلح بالعلم متسلح بالثقافة. فكان هدفنا الأساسي من الحفل أن نزرع فيهم حب الوطن، حب الثورة، حب التعلم، رفض الاستبداد، رفض الظلم. وتعد الاحتفالات تعبيرا عن مفاهيم الثورة اليمنية والتعريف برموزها لدى الأجيال القادمة وتعزيز الولاء الوطني وحب الوطن.